الأخبار مع جواد سليم. تحية لكم من العراقية الإخبارية. نشرة الأخبار نبدأها بأهم العناوين. الكاظمي يشيد بانضباط المتظاهرين وبصبر ومهنية القوات الأمنية وينتقد محاولات حرف التظاهرات عن مسارها السلمي. المالية النيابية تطالب ببيانات رقمية لتفاصيل الإنفاق وحجم العجز لتمويل العجز المالي لتغطية رواتب الموظفين. الكاظمي يوجه بفتح المنطقة الخضراء وعمليات بغداد توجه بإعادة افتتاح جسر السنك. وزارة الصحة تسجل أكثر من 4500 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 53 حالة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانضباط الأعداد الكبيرة من المتظاهرين وبصبر ومهنية القوات الأمنية، مشيرا إلى وجود جماعات منفلتة وعصابات حاولت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث استعرض الكاظمي نتائج جولته الأوروبية في توضيح الصورة الضبابية عن العراق وتوقيع مذكرات مع الدول في مجالات النقل والزراعة والتعليم والثقافة، مؤكدا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا رحبت بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدا وجود ارتياح من الدول الأوروبية لتحديد موعد الانتخابات التشريعية. في الشأن البرلماني، نشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان اليوم جدول أعمال جلسة مجلس النواب 15 التي من المؤمل أن تعقد مساء اليوم. وبحسب وثائق صادرة عن الدائرة الإعلامية، فقد تم إدراج مجموعة من القوانين لغرض التصويت عليها وقراءة أخرى، وتضمن جدول الأعمال 16 فقرة فضلا عن الفقرة 17 التي أطلق عليها مناقشات عامة. وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته فجر اليوم التي عقدت بعد الساعة 12 على فقرة الدوائر الانتخابية المتعددة المتعلقة بقانون الانتخابات لمحافظة نينوى، وأرجأ التصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة الخاصة بمحافظة كركوك إلى جلسة يوم غد الأربعاء ليكتمل التصويت على جميع فقرات قانون الانتخابات. إلى ذلك، طالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة ببيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي. جاء ذلك خلال ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة. وقال الكعبي خلال الاجتماع إن المرحلة المقبلة تعد الأصعب على البلد من الناحية الاقتصادية والمالية، فيما أكد حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجراء والعقود. من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أكد أن أغلب أعضاء اللجنة متفقين على أن يكون مبلغ الاقتراض يغطي الالتزامات الضرورية. وأوضح الصفار خلال استضافته في نشرة سابقة، أوضح أن العجز الشهري للحكومة يصل إلى 6 تريليونات دينار. وتوقع الصفار أن يتم حسم قانون تمويل العجز المالي خلال الأسبوع المقبل. أغلب أعضاء اللجنة متفقين على أن يكون المبلغ المقترض يغطي الالتزامات الضرورية، يعني رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، الرعاية الاجتماعية، البطاقة التموينية، الأدوية، وجزء من الديون والفوائد. احنا حسبنا هذا المبلغ يطلع العجز الشهري للحكومة في حدود 6 تريليون، بين 5 إلى 6 تريليون، باقي 3 أشهر، بمعنى ممكن تغطية الالتزامات الضرورية
عن طريق اقتراض 15 تريليون فقط، وربما يكون إلى حد 20 حتى تكون 5 تريليونات للطوارئ أو لالتزامات أخرى لدى الحكومة. الرواتب مرهونة بقانون تمويل العجز المالي، ونحن نتوقع أن القانون يكمل خلال الأسبوع القادم. وتشهد أروقة البرلمان جدلا واسعا بسبب قانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة. مجلس النواب رفض الأرقام الواردة في القانون ووصفها بالمبالغ بها، حيث فرض شرط تخفيض الرقم من أجل التصويت عليه خلال جلساته المقبلة. بسم الله الرحمن. 3 جلسات نيابية يحتاجها مشروع قانون سد العجز المالي لكي يبصر النور حسب ما أشارت إليه الأحاديث البرلمانية التي أكدت أن الأرقام الواردة في هذا المشروع مبالغ بها، وأن التوجه النيابي يذهب نحو تقليصها من 41 تريليون دينار إلى 10 تريليونات دينار وفق تقديرات أولية للجنة المالية النيابية. توجهنا أنه يمر القانون لكن ليس بهذه الأرقام المبالغ بها. تقديراتنا الأولية أنه ما نحتاج أكثر من 10 تريليون دينار للأشهر 3 المتبقية من سنة 20، لذلك نحاول نقلل 41 تريليون القرض إلى 10 تريليون. فيما تحدث برلمانيون عن تصويت سيكون مشروطا بعدة فقرات، منها خفض حجم المبالغ المطلوبة في مشروع القانون، فضلا عن استضافة لمسؤولين حكوميين بدءا من وزير المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي للوقوف على دقة التفاصيل الخاصة بحجم الأموال وأوجه صرفها. قبل التصويت ستكون هناك استضافة لجهات تنفيذية معنية، وزير المالية، وزير التخطيط، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للوقوف على التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بحجم الأموال المطلوبة وتخصيصاتها، هل أنها فقط للأشهر الأربعة الأخيرة أم أنها ستشمل بأثر رجعي الأشهر الماضية من هذه السنة. طبعا هذه تفاصيل مهمة يجب الوقوف عندها من أجل المضي بالتصويت على هذا القانون. إما الاستقراء السياسي فيذهب اتجاه أهمية تبويب الإنفاق وتقنين آليات الصرف لتجاوز الأزمة المالية. أنا أعتقد بمرور الوقت ستنضج الرؤية بشكل واضح حول آلية التعامل مع هذا العجز، خصوصا أن هناك يعني رؤية أن أسعار النفط ستبقى لفترة طويلة ثابتة وقد تقل عن هذا المستوى أو تزيد قليلا، لذلك هناك رؤية بدراسة جادة لتبويب وتقنين آليات الصرف للقضايا الضرورية جدا. نواب تحدثوا عن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان سيشهد تعديلات كبيرة على بنوده كي يمضي نحو التصويت. آثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين. تحية لك سيادة النائب، إلى أين وصلت اجتماع اللجنة المالية مع وزارة المالية مع الحكومة مع البرلمان بشأن قانون الاقتراض، وما هي الإجراءات المتوقعة لمجلس النواب بخصوص القانون؟ نعم، مرحبا بكم، تحيات لمشاهدي القناة العراقية. طبعا اليوم صار اجتماع مكثف في اللجنة المالية بين الأعضاء اللجنة المالية ونائب الرئيس نائب الأول رئيس مجلس النواب، لكن ما صار اجتماع أو حضور ممثل الحكومة أو وزير أو وكيل وزير من وزارة المالية. فموعد باكر إن شاء الله راح يكون استضافة للوزير والوكلاء الوزراء المعنيين بالمشروع القانون الاقتراض هسه أمامنا في مجلس النواب، حتى إحنا نمشي بالقراءة ثانية. فأكو توجهات مختلفة وأكو تفاهم، يعني عدم التفاهم بين الحكومة والمجلس، مجلس على القانون الاقتراض، مجلس أكو تقريبا توجهين. توجه الأول يعني النواب المحافظين بشكل عام هم يعني ما يدعمون الاقتراض بالأخذ الاقتراض الخارجي، يعني هذا كمبدأ الأيديولوجي ما يدعمون.
وثاني الآن جزء من هذا الطرف الثاني. أنا أشوف يعني الاقتراض هو جزء من الميزانية ومن السياسات الاقتصادية، لكن العدم أو فشل الحكومة بإقناع أعضاء مجلس النواب أو عدم الوجود الفريق الشاطر من قبل الحكومة في مجلس النواب من النواب السابقين أو مستشارين الماليين يعني يقدرون يقنعون الأعضاء مجلس النواب الأهمية هذا المشروع، لأن هذا كمية هائلة وكبيرة وواحد 40 تريليون أو مليار دولار يقترح أو يريد حكومة للرواتب والبعض المشاريع، لكن ماكو تفاصيل لحد الآن. إحنا ما استلمنا أي خطة تفصيلية من حكومة ولا من وزارة المالية ولا من وزارة التخطيط، يعني أين تصرف هذا الاقتراض، أي مشروع، شنو الضمانات القانونية. يعني إحنا حتى حكومة يدعمنا بالجانب القانوني، فأكو هواية غموض بهذا المجال وعدم الثقة بين الحكومة وبين مجلس النواب في سنوات السابقة، لدى إلى تقريبا صار على يحتاج المناقشة أكثر ويحتاج تفاصيل أكثر. طيب يعني هذه تفاوض. طيب يعني سيادة النائب، يعني إذا سمحت لي، يعني بين المجلس والحكومة. طيب هذه النقاشات والجدل الواسع حول هذه القانون، يعني فقط بشأن يعني قيمة المبلغ، وهل سيتم تحديد يعني سقف لهذا المبلغ أم هنالك يعني؟ نعم. أكو جانبين، جانب الأول أكو موضوع الكمية، يعني 41 كل شوية. هذا أول مرة تقريبا حكومة يطالب بهذا الكمية من القرض، وثاني التفاصيل ما موجود، يعني وين راح تجيبه، شلون راح تصرف هذا المبلغ، هذا التفاصيل ما موجود لدى المجلس. فباشر إن شاء الله إحنا نريد نلتقي ونستضيف الوزراء المعنيين والوكلاء الوزراء المعنيين على مود راح يكون يعني اطلاع اكثر من قبل اعضاء مجلس النواب بشكل عام واللجنه الماليه بشكل خاص، يعني حتى نمشي بالقراءه الثانيه. طيب يعني لننتقل الى يعني ملف اخر، وهو موضوع الدوائر الانتخابيه في محافظه كركوك. يعني ما سبب كل هذا التاخير في التصويت على عدد وشكل الدوائر الانتخابيه في كركوك؟ ما سبب اختلاف الكتل السياسيه على ذلك؟ طبعا انتم تعرفون الكركوك صار يعني موضوع خاص ومعقد من كل الانتخابات العراقيه، وحتى انتخابات البرلمانيه والانتخابات مجلس المحافظه، لان مدينه متنوعه وبها خلافات سياسيه ودستوريه بين الحكومه الاقليم والحكومه الاتحاديه والمكونات داخل الكركوك. يعني اصلا مكونات يعني كناس عاديين ما عندهم مشكله، من يمثلهم؟ يعني ناس في حي شورجه او شوان او حويجه، يعني عندهم نفس المعاناه، عدم الخدمات وفساد. هذا ما له علاقه بالمكونات بالناس في الكركوك، لكن السياسيين الاحزاب المسيطره في الكركوك هم يريدون يقسمون كركوك بطريقه يعني هم يعني يستفادون او يعني يضمنون نسبه المقعد او عدد المقاعد في الانتخابات المقبله. فهذا التقسيمات المحاصصيه او عرقيه في كركوك يمنع الوصول الى اتفاق نهائي. يعني اذا اقول لك بالتفاصيل شنو كركوك تقسم، نعم، على ثلاثه دوائر الانتخابيه: الشرق الكركوك والغرب والوسط المدينه. هذا يعني نظريا ما بخلاف على هذا المجال، لكن لما توزع جغرافيا يعني الحويجه مع اي قضاء او ناحيه راح تمدج، راح يكون يعني دوائر انتخابيه ثلاثه مقعد للمثال، وشرق الكركوك هذا يعني يمنع المكونات او الاحزاب المسيطره في كركوك من كل المكونات الوصول على اتفاق نهائي، لان كل المكون او كل الحزب يريد يعني يضمن عدد المقاعد مالتهم في انتخابات القادم بدون يتضرر، يعني يقلل الحصة مالتهم. للمثال هسه الاتحاد الوطني الكردستاني عندهم 6 مقاعد في الكركوك، والإخوان في التركمان عندهم 3، يعني كل المكوناتهم كل الأحزابهم، والإخوان العرب عندهم 3.
كل واحد يريد يعني يضمن هذا عندهم حصة مالتهم 100% بدون تقليل الانتخابات المبكرة، لكن لما تقسم جغرافيا هذا ما راح يحصل. طيب. يعني مناطق شرق الكركوك هذا الأحزاب الكردية بالأخص الاتحاد الوطني يريد يعني 5 مقاعد، لكن تركمان إخواننا في تركمان هذا يرفضون هذا الشيء، يريدون الوسط المدينة مع الجزء من الداقوق يكون 5 مقاعد. فهذا جزئيات، هذا بخلاف في كركوك والجزئيات يعني لازم على أساس اليوم، لكن اليوم صار حذف هذا المادة في جدول الأعمال، هذا طبعا غير قانوني، لكن بالتصويت يصير حذفها من جدول الأعمال أو تأخيرها، لكن صار يعني تحت الحالة. نعم سيادة النائب أعتذر منك لضيق يعني الوقت. النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين كنت معنا مباشرة من مجلس النواب، شكرا لكل هذه التفصيلات، شكرا لك. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح المنطقة الخضراء من الساعة 6 صباحا ولغاية 5 مساء، وقال السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد البياتي، قال إن إعادة الفتح ستكون ذهابا وإيابا من الجسر المعلق باتجاه شارع المطار وبالعكس. كما وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بإعادة افتتاح جسر السنك، وقال مدير إعلام العمليات العقيد حازم العزاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، قال إن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي وجه بإعادة افتتاح جسر السنك، ويذكر أن القوات الأمنية أغلقت جسر السنك تزامنا مع الذكرى السنوية لثورة تشرين. هذا وأعلنت قيادة عمليات بغداد تنفيذ حملات تنظيف لجانب الرصافة من جسر الجمهورية في بغداد، وذكرت القيادة في بيان مقتضب ذكرت أنه وبالتنسيق مع ملاكات أمانة بغداد قيادة عمليات بغداد أشرفت على عمليات تنظيف جسر الجمهورية ونفذت الحملة بالتزامن مع معلومات أشارت إلى وجود نية لفتح الجسر الذي يشهد اعتصامات للمتظاهرين منذ أكثر من عام. على الرغم من الحملات التي قامت بها الدوائر المرورية لمحاسبة المخالفين من أصحاب الدراجات النارية في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الحملات لم تأتي بالمستوى المطلوب. مواطنون أكدوا عبر الإخبارية أن أصحاب الدراجات باتوا يشكلون خطرا كبيرا على حركة السير والوضع الأمني في بغداد. في وقت سابق من العام الحالي نفذت مديرية المرور العامة حملة موسعة ضد الدراجات النارية والمركبات المخالفة لقوانين المرور الرسمية، وأعلنت عن إحصائية المخالفين. أما على أرض الواقع ما زالت الدراجات تصول وتجول وتضرب القوانين عرض الحائط وسط استياء الكثير من المواطنين. كان صاحب سيارة يجي بالرون سايد، هذا إذا أجي أضربه هو جاي رون سايد، جاي رون سايد إذا أضربه يأذيني صح لو لا؟ يعني ما يلتزمون، اكثرهم ما يلتزمون، جاي يشوف اكثر من دراجه يصعدون بها 2 3 وعادي. المفروض واحد الاحسن للامان، للامان والاختيالات ما تصير. هسه ما اللي يسوونه خليه يسوونه بي، اذا هي الدراجه مثلا مو اصوليه ليش يطببوها؟ انه ما يعترفون بي، يقول لك هذا مال مجلس بلدي هاي مو يمنا احنا، ما يعترفون بي. يعني انا ما جاي اشوف يعني مطبقي بصوره صحيحه من دون العالم، بس احنا هيجي المفروض البيها صالون سو هاي منعوها، وهذا اللي يروح بها الشغله وهاي وبها رقم اصولي وهاي يقدر يمشي بها بالشارع. ما يحترمون لا قانون ولا، يعني هو هسه هو عنده دراجه 60 شاد له صالنصه مال 100 ويبطنش لي بيها ويستعرض لي بيها وصالنصه مالته صالنصه عمي ما ادري ايش قد يعني يضرب طلقات، ولو يسوي رقم اصولي ونروح ندفع احنا بس مو بوك. اعداد الدراجات الناريه التي تدخل البلاد كبيره جدا ولا تتناسب مع التخطيط الطرقي خصوصا في بغداد، التي بيّنت مديرية مرورها أن أغلب الدراجات تدخل بصفة أدوات احتياطية لكنها تباع حالها حال المسجلة جمركية. توك توك هي المشكلة عندنا، والستوتة
هذين الاثنين داخلات عند القمرق وعندهم كتاب تسجيل ما يراجع، واذا راجع فيخصص له رقم وتخصصه سنويه واجراءاته جدا وصول. اما باقي الدراجات اللي قصدتهن الدراجات الناريه على عجلتين، على عجلتين هذني 99% بطريقه هذني دخلات ادوات قمرق المنافذ، نعم هي اللي تدخل منك المفروض تقطع، الاف موجوده محجوزه ضمن ساحه الحجز اللي داخله ادوات وتحجز هي ضمن القواطع. فوضى حركة الدراجات النارية باتت حسب مواطنين تتطلب اهتماما مكثفا وحلا جذريا نظرا لتأثيراتها السلبية المتعددة على جميع الفئات المجتمعية. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية. إقبال سائقي السيارات على استبدال منظومة البنزين بالغاز السائل دفعت المحافظة إلى فتح محطات جديدة لتعبئة الغاز، إضافة إلى فتح ورش تحوير لاستيعاب الطلب على المنظومات الغازية للسيارات. آليات عمل جديدة تدخل لمحافظة النجف الأشرفي باستبدال مادة البنزين بالغاز السائل لتعبئة السيارات وفق طرق حديثة يشرف عليها المختصون. أما المنافذ التي تم افتتاحها مؤخرا فهي أربعة، منها حكومية ومنها أهلية. تتكون منظومة الغاز من ثلاثة أجزاء رئيسية، الكهربائية والميكانيكية والخزان. الخزان يكون عندنا نوعيتين، حلقي وأسطواني، وبسعات مختلفة 40 لتر و 60 لتر و 80 لتر. وهذه المنظومة من مناشئ عالمية رصينة تركية وإيطالية وفيها شهادة منشئ، ورغم شهادة المنشأ إلا أن تقوم شركتنا الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بعدة فحوصات واختبارات لهذه المنظومة قبل إضافتها للسيارات للمواطنين. وهذه المنظومة تحمل من أمور السلامة والأمان اللي ما متوفرة بالبنزين. مختصون أكدوا أن هذه الخطوة يستفيد منها المواطن من حيث الجودة، فضلا عن تخفيف العبء عليه ماديا، ناهيك عن قلة العوادم نتيجة الاحتراق مقارنة بمخلفات مادة البنزين التي تؤثر سلبا على البيئة. يعني المواطن حقيقة صار عنده إقبال، لأن هو نفس المواطن جربها حقيقة وشاف فائدته، لهذا يعني تعرف هو صار هو الإعلامي، المواطن هو الإعلامي. الآن إقبال على ورشة وجاي يشوفون أنتم مثل ما طبيتوا هسه ثلاث سيارات، يعني يومية 3 إلى 4 سيارات يومية، إضافة أن هناك يعني جاي يطون سرة. سائقو المركبات أشادوا بعمل الجهات المختصة بتوفير منافذ التحويل، مشيرين إلى رخص الأسعار الذي يسهم برفع الثقل عن كاهلهم، سيما أن بعضهم من ذوات الدخل المحدود. الغاز أأمن وأنظف ورخيص السعر مالته، يعني التوفيلة تبقى حوالي 4 أيام 5 أيام، بينما البنزين التوفيلة 3 أيام، زين وأرخص سعر. من النجف الأشرف، أيمن الشريفي، العراقية الإخبارية. جهود كبيرة يبذلها عمال النظافة في محافظة ذي قار وعمل متواصل لساعات طويلة، إلا أن هذا العمل لا يتناسب والأجور التي يتقاضونها، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بتحسين واقعهم. معاناة شريحة عمال النظافة لا تشبه أي معاناة، فأجواء العمل وخطورته لا تتناسب وحجم ومستوى ما يقدموه من خدمات صعبة وبظروف وأجواء معقدة. احنا عمال النظافة، احنا اول شيء حالتنا تعبانة، يعني دوامنا من 7 الصبح للـ9، يعني راتبنا كلش قليل ضعيف، يعني كلش، يعني انا اقول لك نداوم يعني اجورات علينا وراتبنا قليلة، يعني حالتنا كلش تعبانة، يعني بعضية العمال يعني انا اقول لك عندها بيوت يعني ايجار، يعني ما عندها، يعني راتبنا يوصل متأخر فوق الشهر. أمل أن يكون عامل النظافة يأخذ حقه أكثر حتى ينتج أكثر. عامل النظافة في بلدان أخرى هو تقريبا يعادل رواتب المهندسين وما شابه. فجهود عمال النظافة تستحوذ اليوم على اهتمام وتقدير الأهالي الذين طالبوا بدعم وإنصاف هذه الشريحة المغيبة. دول العمال ليل نهار يشتغلون، حتى المرات العصريات يشتغلون بالزبل هذا دائما، ويعني مثل ما الناس طبقة منكوبة ورواتبهم قليلة، المفروض الدولة تنضرب بحالتهم هاي اللي يعني مثل ما تقول تزود رواتبهم. أولاهم لكانت المحافظة نحو الأسوأ، وإحنا نرى بالنهار والمساء إن عملهم مستمر، نطالب وبشدة السيد الوزير المحترم وزير البلديات
أن ينصف هذه الشريحة. عمال النظافة في الناصرية بين قسوة المكان وقلة الأجر جهود كبيرة لا تعرف الملل، وعيونهم تترقب الدعم والإنصاف. للعراقية الإخبارية محمد الهلالي، الناصرية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4510 إصابات بفيروس كورونا في عموم العراق، وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي، ذكرت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3488، فيما بلغ عدد الوفيات 53 حالة. أظهرت أحدث بيانات موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية لحالات فيروس كورونا، أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تقترب من 43 مليون و500 ألف إصابة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29 مليون و200 ألف، بينما تجاوز عدد الوفيات مليون و159 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا. إلى ذلك، دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة سكان مدينة إسطنبول إلى توخي الحذر من كورونا مع بلوغ عدد الإصابات 40% من الحصيلة الإجمالية للبلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قوجة عقب اجتماع بمقر ولاية إسطنبول عقده لبحث تدابير مكافحة الوباء في المدينة، حيث شارك في الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين والي إسطنبول والأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى وقادة القوات العسكرية والأمنية ومدير الصحة في المدينة. وأضاف الوزير أن مخاطر الوباء ستتواصل بالازدياد بسبب الظروف الموسمية. في العراق، أعلنت وزارة التربية عزمها التعاقد مع شركة ستيرلينك البريطانية لغرض رفع مستوى التعليم، فيما أكدت بدء منهج إطار العام الدراسي 2020-2021. وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح القيسي، قال إن وزارته تعمل على إعداد المنهاج الطارئ والذي سيتم من خلاله تقليص بعض من مناهج المواد الدراسية، ما يمكن الطالب من الدمج بين منصة نيوتن للتعليم الإلكتروني والتعليم المباشر. وأفصح القيسي عن اتجاه وزارته نحو ثلاثة محاور للعمل بها عند بدء العام الدراسي الجديد، وهي الإلكتروني والمباشر والتلفزيون التربوي، مضيفا بأنه سيتم تخصيص رمز سري لكل طالب للدخول إلى المنصة الإلكترونية من دون مشكلات فنية، فضلا عن تسجيل الدروس لتمكين الطالب من مراجعتها في أي وقت يشاء فيه ذلك. شنو شكو شنو شكو